ثواني. انا بعتذر بس عندي مشكله في ركبتي فمحتاج شويه انوفيشن. لو سمعت المسرح معقول انك مصدق الجمال اصلا. طيب احيانا بشكر التيم على الدعوه الكريمه دي، وبشكر مايك الفن كلهم اللي هم قالوا كلام جميل جدا. وبشكر الدكتور شريف اللي كان بينوه على الايفنت اللي احنا كنا عملناه موبايل فور ذا بول، ويمكن هو ده يكون مدخل الحديث بتاعي. انترناشونال كونفرنس بس هو فكر لوكال شويه او فكر ناشونال شويه. انا الحقيقه بعد الثوره جالي احساس، ايام الاولانيه في الثوره يعني، جالي احساس ان البلد دي بقت بتاعتي. واحسب ان في ناس كتير في مصر حاسه ان البلد دي بتاعتي. انا كنت عايز ابدا من اخر سلايد الدكتور شريف حطها. كده من اخر سلايد الدكتور شريف حطها اللي بيقول يا ترى بالانوفيشن مصر هتبقى كده ولا لا. فهو دي البدايه بتاعتي. مين مستعد يخلي مصر كده؟ ده السؤال. مين هياخد على بعضته ان مصر تبقى شكلها كده؟ باين فلول ولا ايه؟ عارف ده جاي فلول؟ فدلوقتي انا عايز اقول ايه؟ مصر عشان تبقى كده لازم احنا اللي نعملها، مش حد تاني. ف بفضل الله تعالى انا رحت كومبيتيشنز كتير في مصر، وشفت قابلت انتربرينورز كتير، وقابلت ناس فيري فيري انوفيتيف، ناس عندهم ابداع وعندهم ابتكار وكل حاجه. ولكن جالي فتره كده حسيت بحاجه، حسيت ان الناس دي كلها عندها ابداع بس مفيش هدف واضح عايز يتحقق. مفيش هدف حقيقي الواحد عايز يحققه. او حتى الاهداف دي حتى لما شفتها لقيت انها اهداف يا اما تكنولوجيه يا اما لتحقيق ربح او حاجه، انما الهدف مش متظبط قوي يعني. فقلت يا ترى يعني يا ترى في بعد الصوره الثانيه يعني يا ترى حد عايز ماسك تبقى زي الصوره بتاعت الدكتور شريف او لا؟ فانا كان رايي ان احنا طب يا ترى الناس دول بيعملوا ايه؟ يا ترى الانوفيشن بتاعت الناس اللي موجوده، الناس دول فيري انوف. انا كنت على اتصال بقالي فتره بالايكيب كذا سنه يعني، وكنت بشوف ناس انتربرنورز وناس ديفلوبرز وشركات صغيره وستارت ابس وبتعمل حاجات كويسه جدا، وفي شركات بدات تتنافس على مستوى عالمي في حاجات معينه. وعلى قد ما انا كنت سعيد بالحاجه دي لانها كانت طورت الاي تي، صناعه الاي تي في مصر كتير قوي، بس كان عندي احساس دايما ان احنا ما زلنا عمالين نستخدم الطاقات بتاعتنا كلها عشان حد تاني مش عشان انا. يعني الطاقات بتاعت مصر دي كلها حتى الان يعني لها طبعا اثر يعني بطريقه اندايركت بتعود على مصر، بس انا قصدي لغايه دلوقتي ما فيش اثر حقيقي عائد على مصر. فيا ترى هو سؤال يا ترى الانوفيشن دي ممكن نبتدي نستخدمها في حاجات تفيدنا احنا؟ وزي ما كان الدكتور شريف قال برضه احنا كنا بنتكلم على الايفنت، الايفنت احنا عملناه من شهرين، الايفنت كان اسمه موبايل فور ذا بول لكجري اور نيسيسيتي. فيا ترى كان السؤال يا ترى الموبايل ده ممكن يستخدم للفقراء ولا هو الموبايل ده فقط للرفاهيه؟ يعني ايه يستخدم للفقراء؟ هديكم امثله، في امثله صعبه قوي. هتبقى في احنا لما بدانا نعمل الحكايه دي بدانا نشوف ندور في الايكو سيستم نشوف يا ترى مين اللي شغال في الاربن بور اريا، يعني الناس الفقراء اللي في المدن والحاجات دي. فبدانا يعني رحنا قابلنا ناس من بتوع صندوق التطوير المناطق العشوائيه. موضوع العشوائيه ده كان يعني كان يعني جاء كذا مره في التلفزيون، الواحد بقى مهتم يعني يشوف يا ترى الحاجه دي نقدر نلاقي لها حل ولا لا. لما تيجي نتكلم عن الفقراء يا ترى نعرف نحللهم مشاكلهم او لا؟ انا مش عايز ازعل بس لما اتكلمنا عن حكايه تطوير المناطق العشوائيه لقينا برضه حاجتين، عشان كده انا مستوحي عمال اتكلم ده محتاجين انوفيشن، محتاجين انوفيشن ضروري يعني. لقينا ان العشوائيات دي في مصر منقسمه الى قسمين، عشوائيات اسمها ان بلاند غير مخططه، وعشوائيات اسمها ان سكيور غير آمنة. العشوائيات اللي غير مخططة كتير قوي هي اللي احنا بنسميها عشوائيات، احنا فاهمين اللي احنا عارفينها يعني.
ولكن فيها ميه وفيها خدمات ولكن فيها عشوائيه شويه. ولكن العشوائيات اللي هي غير امنه اللي مش لاقي حد يخدمها خالص دي الناس فيها معرضين للخطر. حد يعرف الدويقه ناس معرضه ان الجبل يقف قدامها، ان في ناس بتشرب ميه ملوثه وهكذا. فدي كده دي اللي بيسموها غير امنه. في حاجه ايه؟ ان العشوائيات الغير امنه، العشوائيات الغير مخططه للاسف 85% من الشعب المصري عايش في عشوائيات غير مخططه. 85% بس الحاجه كويسه ان 1% بس هم اللي عايشين في غير امنه. حاجه كويسه وحاجه وحشه. هي حاجه وحشه بس هي كويسه انها 1% بس. في 850 الف شخص عايشين في عشوائيات غير امنه. ما نعرفش ايه المشكله. ما عندناش انوفيشن كافيه عشان نحل مشاكل الناس دول، ولا احنا ما عندناش الرغبه ان نحل مشاكل الناس دول. هي القصه كلها انوفيشن دي رغبه في الانوفيشن ورغبه ان انا اخدم حاجه معينه. ولكن لما تيجي تفكر فيها هي مش سهله. هي مش سهله، هي صعبه، هي محتاجه انوفيشن فعلا. محتاجه فعلا انوفيشن. الناس اللي عايشين في المناطق العشوائيه دي اقول لكم بعض المشاكل عندهم. بعدها واحد يقول لي يا جماعه حطيتها في الانوفيشن والاي تي والاي سي تي، لا ناس تشتكي. انا اسف اقول بس في ناس في حي اسمه زرزاره بورسعيد من اسوء العشوائيات في مصر. زرزاره الامهات بتشتكي ان الفيران بتاكل الاولاد. فيران بتاكل الاطفال. زرزاره بيشتكوا ان الجحور بتاع الحيات والعقارب حوالين البيوت بيسدوها كده الحاجات بس تطلع لهم بلد تاني. دي بعض المشاكل. يا ترى احنا نعرف نخدمهم بالاي سي تي بالانوفيشن اه ولا لا؟ انا واثق ان اه. انا واثق ان في ناس كتير عايزه تعمل حكايه. انا كلمت الشباب في الصيف في ايفنت صغير كده اهو على الموضوع ده. يا ترى يا جماعه ممكن نعمل حاجه سوشيال انوفيشن، سوشيال انوفيشن تخدم البلد دي عشان في يوم من الايام نشوف الصوره اللي عرضها الدكتور شريف. اذا كنا احنا عايزين نفكر في كور انوفيشن، ازاي نحل مشاكلنا احنا. لما حل المشاكل دي كان الدكتور مهاب بقى اتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها بيزنس موديل. انوفيشن محتاجين الانوفيشن هنا والابداع في البيزنس موديل. التكنولوجي سهل. ازاي احل المشكله دي؟ ازاي الاقي بيزنس موديل بحيث ان الحاجه دي تبقى سستينبل؟ لان ممكن جدا الناس تطلع فكره كويسه جدا وفي مبتكره جدا وتحل مشاكل الناس، بس لو ما عرفتش اوجد البيزنس موديل الفكره دي عمرها ما هتتنفذ. وزي ما الدكتور قال لي يبقى هتبقى فكره، هتبقى فكره للاسف. احنا عايزينها تتنفذ. فاحنا محتاجين، الناس محتاجه انوفيشن في اكتر من حاجه، محتاجه فعلا مجهود لانها حاجه مش سهله. سهل جدا على اي ديفلوبر وناس بريليانت ديفلوبر. انا شفت في مسابقات، شفت مسابقات في ستارت اب ويكند، شفت ناس بتطلع برودكت موبايل برودكت ويب برودكت وبتبيع برودكت في ستارت اب كان في 54 ساعه. في 54 ساعه ناس بدات تفكر في الفكره وعملت لها امبلمنتيشن وبعتها. ولكنها الجزء الافكار التكنولوجيه والحاجات اللي هي ريبروديوس اللي هي حاجات علاقه بالسوشيال نتورك دي سهله. الجزء بتاع السوشيال انتربرينور شيب ازاي ابتدي افكر في مشكله لها علاقه بالتنميه والاقي لها حل از فيري كومبليكيتد. فيري كومبليكيتد الجزء التكنولوجي بتاعها سهل جدا والبيزنس موديل هو اللي محتاج تو انوفيشن. والبيزنس موديل ده محتاج تو انوفيشن لانه محتاج حاجه مهمه جدا. محتاج مجهود عالي جدا. لان انا هلاقي ان انا عشان اعمل كومبوننت تحل مشاكل الناس جاز الجزء الكومبوننت والتكنولوجي اللي فيها يمثل 10%. 10% في المجهود يعني. و90% من مجهودي ازاي ابني الايكو سيستم اللي حوالين السوشيال. احنا بدانا نفكر في اللاب فعلا. احنا مهتمين جدا في اورنج لابس بجزء اللي هو علاقه بالتنميه. ازاي نستخدم الاي سي تي علشان التنميه. في الصيف كنا بدانا فكره جديده. للاسف يعني مش هقدر اقول الفكره نفسها بس فكره علاقه بالتنميه برضه. وبدانا نخلي الناس يشتغلوا على تطوير سولوشن. موبايل سولوشن تحل المشكله دي. بعد ما الولاد اشتغلوا كده باسبوعين ثلاثه جم قالوا لي على فكره احنا لقينا سولوشن زيها بالظبط موجوده في السوق.
قلت لهم خلاص بطلت مش هنعمل حاجه، هنروح للناس دول ونعمل معاهم. السولوشن دي كان لها علاقه بالسوشيال يعني حلول مجتمعيه برضه. الحل اللي هم قالوا لي عليه هو كويس جدا، ده حل تكنولوجي. بس انا لو رحت لقيت الحل التكنولوجي ده غير ناجح غير مفعل. ليه؟ لان الناس ما عملتش مجهود عشان تبني الايكو سيستم اللي حواليها وعشان تبني البيزنس موديل. انا لقيت حل تكنولوجي، بس حل التكنولوجي ده كومبوننت واحده بس في البازل. كومبوننت واحده في البازل. الكومبوننت دي ملهاش قيمه لو ما عملتش مجهود كفايه ان انا اربط البازل ده مع بعض. اللي هو برضه كان الدكتور مهاب كان بيتكلم على البارتنر شيبس. ازاي هعمل بارتنر شيبس؟ في بارتنر شيبس اتعملت كانت ادد فاليو بالنسبه لحاجات زي ماكدونالدز، يعني في بارتنرز منهم كان ممكن يتشال بس هي كانت في قيمه مضافه. انما في ساعات بارتنر شيبس اجباريه لو ما عملتش حاجه مش هتشتغل. فهي القصه كلها الانوفيشن كلها اللي احنا محتاجينها ونحتاج نفكر فيها بقى نبتدي نفكر فيها الانوفيشن في البيزنس موديل في الايكو سيستم. ازاي انا عايز احل كل المشاكل اللي احنا قلناها ممكن تتحل. كل المشاكل انا فضلت تعالى بعد الايفنت اللي اتعمل ده لفيت جامعات كتير في مصر، ناس كتير جدا جدا مهتمه انها تقدم حلول عشان تحل المشاكل بتاعت مصر. انا هقول معلومه جايز مش علميه قوي بس مش عارف يعني ده امبريشن اتليست. في فتره من فترات كنت عايز اروح ماليزيا وقلت ماليزيا بلد اسلاميه متقدمه جد، فما نروح ماليزيا اروح ماليزيا واشوف جامعه في ماليزيا غير يعني كده اطور يعني الكارير بتاعتي وفي نفس الوقت اعمل في حته جد. فدخلت على الويب سايت بتاع الجامعه اللي انا كنت رايحها ساعتها كمبيوتر ساينس ساعتها الديبارتمنت وشفت البابليكيشنز بتاعتهم وكان كنت مفاجئ جدا. البابليكيشنز بتاعتهم كلها ربما مش انترناشونال بابليكيشنز بس البابليكيشنز كلها لها علاقه بخدمه ماليزيا. البابليكيشنز كلها لها علاقه بخدمه ماليزيا. فالقصه كلها الناس دول الفرق بيننا وبينهم ان الناس دول ركزوا على البلد بتاعتهم. وبالتالي لازم احنا لما نحط الكي بي ايز لنفسنا لها علاقه بالانوفيشن او احنا عايزين نعمل ايه لازم الكي بي ايز تكون لها علاقه بالاهداف بتاعتنا. انا مش ضد ان احنا نعمل بابليكيشن بالعكس احنا نفسنا نعمل بابليكيشن بس اهم حاجه مش البابليكيشن اهم حاجه الفاليو بتاعت البابليكيشن. ومش الفاليو بتاعت البابليكيشن بسبب انها مقيمه ومقدره على مستوى ناشونال وانترناشونال، هي قيمتها ايه الامباكت بتاعتها ايه على المجتمع. ف مش عارف انا مش عايز اقول انا بشكركم انا بس اهم حاجه انا بقول لكم اذا كان في حد هنا بتاع اي تي بتاع تكنولوجي بتاع حاجه ناس بتاع تكنولوجي الناس بتاع تكنولوجي عارفوا ان في مشكله وعندهم الحل في ايديهم فعندهم مسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى عندهم تول ان هم يخلونا نشوف الصوره اللي احنا كنا شايفينها من شويه. شكرا. ممكن تقول لنا اسم الويب سايت بتاع المسابقه ايه؟ هو لو الناس دخلت على موبايل 4tour.com تخش على المسابقه mobile4tour.com. واخر موعد لتقديم الافكار ايه؟ اخر موعد لتقديم الافكار يوم 12 مايو. كل الحاجات بتاعت المسابقه موجوده على النت. انا يمكن ما اتكلمتش كل البيانات كل المعلومات بتاعت المسابقه موجوده على النت. خش على mobile4tour.com. المهم المسابقه اللي انت هتعملها مع نفسك. المهم هي المسابقه انت هتعمل ايه للبلد دي؟ المسابقه ممكن تخش ممكن تقرر تخش مسابقه وممكن ما تقرر تخش. ممكن تخش وتكسب فلوس وممكن لا بس المهم انك انت تكسب نفسك انك تعمل حاجه لبلدك. الانوفيشن بتاعتك منتظرها. محتاجين انوفيشن ومحتاجين ناس تفكر وتحط مخها هي القصه كلها مش تكنيكال بس زي ما قلت ازاي هركب الكومبوننت اللي حواليها عشان الحاجه دي تشتغل وتفيد الناس. فمتشكر جدا وان شاء الله نشوفكم كده كلكم فيري نورمال. شكرا.